لم تعرفها لا قبل احتلال داعش ولا حتى بعد التحرر من الإرهاب. الموصل شهدت إذن تأسيس أول فرقة فنية لرقصة الهيب هوب المعروفة عالمياً، انتمى إليها شباب في مقتبل العمر تمكنوا من خلال مواهبهم في ممارسة هذه الرقصة من التعريف بها وبأساليب أدائها. التفاصيل نتابعها مع مراسل أخبار الآن وسام يوسف في سياق هذا التقرير. يا حبيبتي فمن لنا سواكي، أرادوا فيك حربا لكن عاد السلام، وعاد الطير يسرح محلق في سماكي، قد مت خنقا عندما أول فرقة لرقصة الهيب هوب تشهدها الموصل. هذه الرقصة الشهيرة تصدرت هوايات الشباب ونشاطاتهم في هذه المدينة التي لم تؤسس فيها فرقة من هذا النوع لا قبل احتلال داعش ولا بعد التحرر من إرهابه. أما اليوم فتواظب مجموعة من شباب الموصل هنا على التمرين ضمن فرقة للهيب هوب تم تأسيسها لتعبر عن تطلعاتهم الفنية. العموم تخنق أفكارك بالحزن وتسيطر على الجاثوم. فريق MRG أول فريق بالموصل هيب هوب متكامل، يتكون من الراب، قسم الراب، قسم البريك دانس، قسم البيت بوكس، قسم الجرافيتي. الشباب ما شاء الله مواهب ويحتاجون فعلا الى دعم، يعني احنا كلتنا شباب، كل من عنده موهبه تجمعنا، فده نحاول ان نوصل رساله هادفه والكل يعرف انه هاي يعني احنا عندنا قضيه ده نقدمها. ربما كانت تجربة جديدة ومغامرة قام بها هؤلاء الشباب عند إطلاقهم هذا النوع من فن الرقص داخل مجتمع خرج للتو من ظروف إرهاب صعبة وقاسية، إلا أن النتيجة كانت مدهشة. فبدينا الحمد لله يعني سجلنا عملين، لقينا أول شيء شوية انتقادات، بعدها رغم الانتقادات يعني كملنا، بعدها بدت العالم يعني تتقبل الفكرة وبدأ المهرجانات تجينا دعوات. فرقة MRG للهيب هوب بدأ يحظى بشهرة واسعة داخل الموصل، حيث يدعى أعضاؤه للمشاركة في الحفلات العامة التي تقام في المناسبات والأعياد التي تشهدها المدينة. بالنسبة لتقاليد الموصل وعاداتنا المتعارف عليها، الشيء اللي عن قدمه هو فن للاستمتاع فقط، ما يأثر على عادات والتقاليد مالنا نهائيا. بالنسبة للعالم يعني يعطونا دعم إيجابي، وأنه العالم متقبلين هذا الشيء بشكل إيجابي ويدعمونا إن شاء الله نحن الأفضل. شباب في مقتبل العمر تحول إصرارهم إلى رسالة أدهشت الناس من حولهم من خلال ما يتمتعون به من مهارات فنية كبيرة في جميع المجالات، حتى مع تنوع ألوان الحياة وفعالياتها. فكل شيء بات هنا لا يعرف المستحيل، والهدف هو زرع الأمل بغد أجمل. يا حبيبتي فمن لنا سواكي، أرادوا فيك حربا لكن عاد السلام، وعاد الطير يسرح محلق في سماكي.